بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هدية باسات 2010 أظن اسمها بيسات تقريبا هكا حسب ما نتفكر. فيها مشكلة نتاع الفرماء الإلكترونيك. الفرماء الإلكترونيك تكوانسة. وجينا نثبتوا علاش تكوانسة، بدلنا حتى البوطون طبعا بعد ذلك البوطون كيفاش بدلناها. بدلنا حتى البوطون نفس المشكلة. جينا حلينا العجلة من ثاني الباتانات وصلوا على الحديد. طبعا هذوما يلزمهم هذوما الكترونيك ويلزمهم خدمه ويلزمهم اورديناتور ويلزمهم يعني برشا حاجات. قلنا خلينا نثبتوا ما نجموش نعملوا حاجه. ها تو شوف هيكل وريكم اذا كان صار له المشكل هذا شنو لازم يعمل. نحلوا البولونات تاع تريب تريس يلزم مفتاح 13. خاطر تو هذه السيستم نتاعها يقول لك لا اجيب هزها للاورديناتور وباش يحلها وكذا ويلزم كذا باش نوريكم هيكل الشعر. عندنا شيره ب 13 وشيره ب 16. نحلوا البولونات هكي نحلوهم الاخوان نحلوهم هذا البولون باتانات عاديين يعني مش نحاهم. توا العمليه هذه مش على خاطر الباتانات راه بعد تنوركم تركيب الباتانات. العمليه هذه على خاطر باش نسلكوا اللي هو هذا معاش يدور. هذا معاش يدور هذا يتنحى بالسيف بالغصب لازم يتنحى. هذا تري نحو الفيشه من تالي نتاع الضوء هذه اللي تجي للموتور. عندنا كعبتين فيس كعبتين بولون هذوما يلزم مفتاح ما يتحلهم كان مفتاح يلزم سبيسيال كيما هكا النجمه. نحلوهم هذوما البونات حلوهم. هذا ندوروه يمين ويسار هكا شوي شوي على اليمين شوي على اليسار ونجبدو هكا. هذا الموتور الكتريك هذا الموتور الكتريك نحلوه ها هو نخسروه. هذا موتور الكتريك. نجو عنا السركليبس هذا نجبدوه هكا شوي. هذا السركليبس خرجوه. عنا لهنا هذا اللي يدور الفرما هذا بولون. شفتوه هذا البولون. نقرص عليه بشوي خرجوه. هذه العمليه هذه راهي في صوره الفرما ما عادش يخدم لان هذه الفرما تكوانس. شفت العمليه اللي عملها هذه في صوره الفرما معايا ما عادش يخدم. فران ستاسيون يسموه فران الكترونيك ما عادش يخدم. نعمل العمليه هذه باش نجموا نمنعوا الباتانات نجموا نركبوا. هذيك توا لازم يدخل بيسون على الاخر. حاول يدخل بيسون على الاخر باش نجم يركب باتانات جدد بعد ما حلل. او ما هو ديسك هذا ديسك فلان هذا المره الجايه لازم يبدلو. تو هذا المره هذه مش مشكله المره الجايه لازم يبدل. هذه العمليه راهي تشوف فيها خدمه هكاك فلاحي لان ديباناج في في بلاصه بعيده على الكراج لان تكونست به الفرامه تكونست ما عادش ينجم يتحرك حتى خطوه. بالسيف علينا باش نجمو ديبانو. شوفوا شوفوا العمليه هذيك نتاع نتاع المفتاح اللي باش تخرج البيستون من بلاصتها باش نجم نرجع السيكليبس.
هكا صحي رجعت لبلاصتها. بلاصة الوحدة هي مش مساحة. رجعوا لها السركيبس نتاعها. السركيبس نتاعها كيما في بلاصتو. هذه البيستون رجعت لبلاصتها. شفتوا البيستون كيش هذه كانت خارجه على الاخر. هذه تو مثلا لازم يهزها المركاج لي كراج ويهزها كذا ويحل فارعه فيها وبرا وشوف تحل المشكله ولا. احنا حاولنا نعملوا العمليه هذه حتى دخلت الانترنت ما لقيتش انا حتى واحد عامل عمليه كيما هكا على الاقل باش يورينا كيفاش نعمل. وليت عملتها انا وهيكل وحدنا باش نفهموا كيفاش تصير العمليه. وهذا الموتور رجعوه لبلاصته كالعاده كيما وريناكم كيف حليناه. الموتور هذاك يعني هذاك هذه خاطر بارتي ريتو هذه هذه بارتي الكتريك خاطر وحدها ما عندها حتى دخل بالفران. هذه فيها موتور كيما وريتكم في السينيك فيها موتور يدور. هذه الموتور هذا يدور كي يخدم من هنا. هذا موتور يدور هذه في بنيو يدور هذه باش هو يدور الفلتاج نتاع البيستون نتاع الفرامان ولا نتاع الفران يعني نتاع البيستون هذه يدور فيها فلتاج يدورها باش ترجع باش يقدم يوخر الفرامان. رجعوها بلاصتها هكاكا فيها عندها دي بورون عندها جوان توريك هذاك اللي خليها كاسحه شويه باش تدخل بلاصتها. فوالا هكا رجعت بلاصتها. نرجع الكابتن الفيس نتاعها. نكبسوهم الكابتن فيس باش ما ننسوهمش. نجيبو باتانات تو هذوما باتانات جدد معاهم اللي هذوما كي الطول يتعاملوا باش ما يخلوش الباتان يعمل فيبراسيون ركبوه معاهم لي باتان ومعاهم لي بولون. عندنا لي جرافات هذوما نبدلوهم. تو نحطوا الباتانات نتاعنا بعد اقلب. الان ركبنا رجعنا البطارة ركبناها. تو مش نحطو التري. أنا بولونات جدد. العالمية العملية هذه تتطلب خدمة بالأورديناتير ويعني مش هكاك. هذه المفروض يعني يهزها مولاها للدار او لاجونس نتاع فولكسفاجن باش يعمل العمليه هذه. وحنا حاولنا نعملوها سير بلاس مانيال ان شاء الله تكون ناجحه وتفيد الناس الكل. كالعاده نشدوا ب 16 ونكبسوا ب 13. شفت هيكلي يحاول باش يخدم حتى معوج باش يخليك باش ينجم يصور الحاجه اللي يخدم فيها باش يوريكم. هما راهم ديما رحموا لك على هذيك هذه امانه نبلغها لك باش يسمعوها هما في الفيديو.
نفهموا. بالنسبه للجهه اللي ورينها لكم هذيك اليمين وهذه اللي صار احنا خدمناها يعني خدمها هيكل قبل ما نجيب انا الكاميرا، نحى البيستون هذاك وفرغ الزيت منه ودخل البيستون ورجل امور تو باش يركب كان الباتانات والسبروس هذاك هاو. كي ورينيكم كيفاش تركب. حل البيفيتو، حل واحد منهم. بام. حل. بام. حل. هذا يسافر. تمام. بامبي صافا هكا هكا وريناكم كيفاش عملنا البيرج تو ايه صافا ايه ايه شوفوا الفلما يخدم ولا لا. هاي شفتوا الفلما كي رجع يخدم نورمال ما فيها حتى شيء، فهمتني؟ هذا كان الفلما تسمعوا فيه. هاي توا ندور الديسك لاباس يدور توا باش نحاولوا نخدموا الكهرباء مرة أخرى. نحاولوا نحو الإنسان فلما معناتها العاميه ان شاء الله نجحت تكون يعني درس للناس اللي هم مثلا فرامان كما هكا فرامان ستاسيون تاع الفولكس فاجن هذه ندوروها عادي دور فيها شيء غير ما زدت كاسها شويه ان شاء الله العاميه نجحت وان شاء الله تنفعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.